ما عندي حتى حاجه، يعني كنت عايشه في الدار يعني راجلي بحال انا طايحه من السما، ما عارفه فين نخرج، ما عارفه فين، يعني انسانه اللي ما كانتش كاع نهائيا كتخرج وما عارفه حتى فين تمشي، يعني في الدار وصافي. نهار ما راجلي الله يرحمه يعني لقيت دوك الوليدات انا اللي خصني نخدم عليهم، ما يعني ما عندهم لا الا انا والله سبحانه وتعالى هو اولا. المهم بديت بالميناج في الدار، خدمت مع واحد السيده الله يعمرها دار. المهم بقيت معاها خدامه معاها، بقيت معاها شي 3 سنين، وانا كنت ديك الساعه كانت عندي المراره، يعني كانت عندي المراره كل مره شي كيشدني لا كريز. يعني ديك السيده هي مسكينه بحال بول، هي سبحان الله ديك العمليه كنت نتسناها شحال وما عندي حتى باش نديرها، يعني فاش كيشدني لا كريز يعني كنبقى حتى يفوتني ونوض عاود ثاني نشري الدواء، ولا بعض المرات كاع ما كنشري كندير غير ريجيم حتى يفوتني ونوض عاود ثاني نمشي نخدم. واحد المره تقول لي حفيظه ما يمكنش تبقاي عايشه بداك لا كريز ووليدات باقيين صغار وباقيين محتاجينك، وشكون اللي غادي يكون معاهم، ولا انت جرات لك شي حاجه ولا، يعني راه خصك حل. قلت لها الساعه اختي كتشوفيني راه هو انت معايا انا معاك، يعني راه كتشوفي ما عندي انا بعدا حتى حل في يدي وداكشي في يد الله. والسيده مسكينه كاع بلا ما تشاورني مشات هي، يعني هضرات مع الناس، هضرات مع اساتذه، قالت لهم واحد السيده عديها الظروف ديالها، وكان حتى واحد سميتو واحد شي حاجه معنا طيبه، ديك الزوج ديالي الله يرحمه كان اللي كيسمع به كيقول ليه كان طيب، يعني اللي كان يسمعو اللي كان تقول ليه فلان يقول لك الله يرحمه كان طيب، يعني حتى داك سميتو عاوننا الحمد لله في الحياه، يعني كتقول ليه ولاد فلان كيقول لي سبحان الله بلا ما يشعر غادي يعاونك والحمد لله. تما فين عيطوا عليا من جمعيه كفالات اليتيم، قال لك اودي راه غادي تمشيو تسجلوا، هذيك الساعه حنا كاع ما عارفين حتى علاش غادي نتسجلوا. مشينا تسجلنا في جمعيه قدرات الشباب، مركز قدرات الشباب، تسجلنا وسولنا السيده اللي سجلتنا، قلنا لها احنا ما فاهمين والو شنو، قالت لك نتوما اختاريناكم انكم عيالات في حاله الهشاشه وعندكم الدراري الصغار، يعني غادي ديروا ان شاء الله شي تعاونيه. وهذه كاع ما كانت لينا نهائيا في البال، يعني ما كنا كاع كنحلموا بها ولا، يعني سبحان الله. صافي قلنا لي مشينا سميتو بقينا في خطوه كيعلمونا اشنو، قالوا لنا اولا سولونا شنو غديروا، قلنا اليوم ودي المخبزه وداكشي ديال الدار هو اللي كنعرفو، يعني ما غاديش نزيدو شي حاجه اللي ما حنا ما قادريش عليها. قلنا لي قال شنو ديال الدار، قلنا اليوم ودي غنديروا الخبز، قال لك الخبز افورا كلشي فيه الخبز، يعني يقدر يتمشى يقدر ما يتمشاش، قلنا اليوم ودي الخبز ديال القمح هو اللي ما كاينش، هو اللي غادي نديروا الخميره البلديه ونديروا ديال الشعير ونديروا ديال الدرا ونديروا سكسو مفتول ديال اليد وداكشي اللي بقينا خدامين نيت في الدار. نهار تجمعونا حيت جمعنا دوك العيالات كل وحده ولات كتخدم في دارها، وحده كطيب الخبز وحده كدير سكسو، ولينا قلنا عاود ثاني علاش كل وحده غادي تبقى في بلاصه علاش ما نتجمعوش، ولينا تجمعنا في دار وحده ولينا كنصاوبوا سكسو ونطيبوا الخبز، ولينا كنجمعوا دوك الفلوس ما بقيناش كنخسرهم، ولينا كنقولوا نديروا بهم شي حاجه عاود ثاني لقدام، يقدر غادي نشدوا الماتيريال ما نلقاوش باش نشريو سميتو، ولينا دوك الفلوس حطيناهم بحال ما كاينينش نسيناهم كاع. المهم ولينا خدامين الحمد لله، ولينا كنصاوبوا سكسو ونبقى نبيعو، وحتى الجمعيه ديال كفالات ياسين كان ليها سميتو اليد، يعني عاونتنا بزاف وصافي. هكاك المهم بقينا حتى شدينا الماتيريال الحمد لله، ولينا في سميتو درنا مقر ديالنا الحمد لله. المهم ودابا خدامين الحمد لله، خدامين الحمد لله بزاف والله الا بزاف، وتعلمنا بزاف انه ما كناش بعدا كنخرجوا ما عارفينش فين نمشيو، المهم تعلمنا بزاف الحمد لله الحمد لله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.